بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد معكم أبناءنا الطلاب ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع. في البداية يا أبطال، نطلب منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو أن تضغط لايك. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس أن يقدم لكم درس جديد بعنوان بناء الحجج الرياضية. إن شاء الله في نهاية الدرس يكون الطالب قادراً على أن أولاً يحل مسائل كلامية تتضمن مقارنة الكسور بشكل صحيح، أيضاً يستعمل النماذج لحل مسائل تتضمن مقارنة الكسور بشكل صحيح، وثالثاً يقارن بين كسرين بمهارة، وأخيراً يستعمل خط الأعداد لحل مسائل تتضمن مقارنة الكسور بشكل صحيح. هذه لعبة تعليمية شباب، نستطيع أن نمسح الباركود وندخل عليها. نفتح الكتاب سوياً يا أبطال، صفحة 83، فقرة حل وشارك. أخذ كل من يوسف ومحمد معه إلى النزهة زجاجة صغيرة ممتلئة بالماء. نلاحظ يا شباب أنها في الأسفل متساوية. أما عبد الله فأخذ معه زجاجة أكبر كانت نصف ممتلئة. في نهاية النزهة بقي في كل من زجاجي يوسف وعبد الله نصف الماء الذي كان معه، فيما بقي في زجاجة محمد ثلث الماء. السؤال يقول يا شباب، من من الأصدقاء الثلاثة بقي لديه المقدار الأكبر من الماء؟ هيا لنرى يا شباب. أولا يا شباب، محمد ويوسف حجم الزجاجة ثابت، نستطيع أن نقارن بينهما، فالنصف أكبر من الثلث لأن بقي مع يوسف النصف وبقي مع محمد الثلث، فالنصف أكبر من الثلث، إذن يتبقى مع يوسف أكثر يا شباب. وبالنسبة للمقارنة بين يوسف وعبد الله، نلاحظ يا شباب أن عبد الله ويوسف تبقى نصف الماء، نصف الماء، لكن كانت زجاجة عبد الله يا شباب أكبر من زجاجة يوسف، فيكون عبد الله بقي معه ماء أكثر من يوسف، إذن زجاجة عبد الله أكبر أو الباقي فيها أكثر من الماء، فيكون معه أكثر من يوسف، وما دام أصلا يوسف أكثر من محمد إذن فبقي الماء الأكثر مع عبد الله، فيكون يا شباب تبقى لدى عبد الله القدر الأكبر من الماء لأنه معه أكثر من يوسف، ويوسف أيضا معه أكثر من محمد، فيكون عبد الله هو الذي بقي لديه القدر الأكبر من الماء. أحسنتم يا شباب، ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. في نفس الصفحة يا شباب عندي سؤال يقول، انظر مجددا، إذا كان ثلث زجاجة عبد الله ممتلئا بالماء في نهاية النزهة، فهل يمكنك تحديد من بقي لديه أكبر مقدار من الماء؟ السؤال يقول ابني حجة رياضية. يا شباب هل نستطيع يا شباب ولا لا؟ أنا عندي فيه ثلث زجاجة ونصف زجاجة، نستطيع أن نقول أن النصف أكبر من الثلث؟ لا يا شباب، هذا إن كان المعيار ثابت، المعيار ثابت، لازم تكون الزجاجة مثل الزجاجة الأخرى في الحجم، لكن إذا اختلفت الزجاجات لا نستطيع يا شباب، فنقول لا نستطيع المقارنة بسبب اختلاف حجم الزجاجات إلا إذا عرفنا حجم الماء، إلا إذا عرفنا يا شباب ماذا؟ حجم الماء. أحسنتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في الصفحة التالية يا أبطال عندي فقرة أقنعني. السؤال يقول، قال سعيد أيضا إن الثلاث على الست والخمس على العشر ليس متكافئين، لماذا؟ من وجهة نظره لأن مقام أحدهما ليس من عوامل المقام الآخر. قال المقام هنا ست والمقام هنا عشر، هل حجة سعيد صحيحة يا شباب؟ أولا الحجة خاطئة، ليس شرط أن يكون متكافئين فلا بد أن يكون المقام مثل المقام الآخر، كلام غير صحيح شباب، فنقول لا. لكن هيا نثبت يا شباب إن كان كلامه صحيحا أو لا، وإن كانت الحجة خاطئة. هيا نقول من الممكن يا شباب أن نصل إلى كسور متكافئة، فنقسم الثلاثة على ست، نقسمها بسطا على ثلاثة ومقاما على ثلاثة، نوجد كسر مكافئ اللي هو النصف. أيضا الخمسة على عشرة شباب نستطيع أن نقسم على خمس بسطا ومقاما فتصبح
نص. إذن الثلاث على ست والخمس على عشر شباب هنا إيه؟ متساويين، فيكون الثلاثة على ست تساوي الخمس على العشر. أما الحجة هنا يا شباب كانت حجة خاطئة، نفع الله بكم. السؤال يقول: كيف يمكنك بناء حجج رياضية؟ الحجج الرياضية يا شباب نستفيد من المعطيات المطلوبة ثم نصل إلى الناتج، ولكن بشكل رياضي سليم. جزاكم الله خيرا، أحسنتم يا شباب. عندنا في الصفحة التالية يا شباب، صفحة 85، فقرة تدرب موجه. السؤال يقول: طلبت كل من منى وهيا وجبة من شطيرة شاورما من نفس الحجم. أكلت منى 4 على 6 من وجبتها، وأكلت هيا 4 على 5 وجبتها. استنتجت منى أنها أكلت أكثر مما أكلت هيا، لأن الكسر الذي يمثل الجزء الذي أكلته من وجبتها مقامه أكبر. قالت: أنا أكلت 4 على 6 والست أكبر من الخمس. السؤال يا شباب: ما حجة منى الرياضية وكيف دعمت حجتها الرياضية؟ حجتها يا شباب هنا أن المقام عندها 6 فيكون أكبر من المقام الخمس، فقالت إن الكسر الذي أكلته أكبر من الكسر الذي أكلته هيا. هل كلامها صحيح أو لا؟ سنرى. لكن هي قالت أنها أكلت أكثر وبنت الحجة على المقام الأكبر. السؤال يقول: هل استنتاج منى منطقي؟ السؤال الإجابة هنا يا شباب لا. لماذا يا أبطال؟ لا، لأن إذا تساوى البسط يا شباب، عندنا قاعدة مهمة جدا جدا، إذا تساوى البسط يكون المقام الأكبر في الكسر الأصغر والمقام الأصغر في الكسر الأكبر، فيكون يا شباب عند تضمين الكسرين نفس البسط يكون المقام الأكبر في الكسر الأصغر. مهمة هذه جدا جدا يا شباب، لابد أن تتعلموها، بارك الله فيكم. في نفس الصفحة يا أبطال، فقرة تدرب مستقل، ابن الحجج الرياضية. في صف للأشغال اليدوية حاكت ريم وفاطمة وعائشة أوشحة لها نفس القياسات باستعمال خيوط من الصوف ألوانها أصفر وأبيض وأزرق. يشكل اللون الأصفر 3 على 5 من وشاح ريم، 2 على 5 من وشاح فاطمة، أيضا 3 على 4 من وشاح عائشة. في كل من الأوشحة الثلاثة أجزاء متساوية من اللونين الأبيض والأزرق، أعطاني اللون الأصفر يا شباب يمثل كم، والباقي مقسم بين الأبيض والأزرق. السؤال يقول: صف كيف تستطيع عائشة بناء حجة رياضية تدعم فكرة أن في وشاحها المقدار الأكبر من اللون الأصفر. عائشة يا شباب عندها 3 على 4. لو بدأنا يا شباب في المقارنة بين 3 على 5 والاثنين على 5، الثلاثة على خمس أكبر من الاثنين على خمس. طيب لو قارنا يا شباب أيضا بين الثلاث على أربع والثلاث على خمس، يا شباب الثلاث على أربع أكبر لأن البسط متحد والمقام مختلف، فيكون المقام الكبير في الكسر الصغير، فيكون الثلاثة على أربع يا شباب هي الإيه؟ هي الأكبر. فبنت عائشة حجتها الرياضية على ذلك يا شباب، فقالت إن الثلاث على خمس أكبر من الاثنين على خمس، والثلاث على أربعة أكبر من الثلاث على خمس، لذلك يحتوي وشاح عائشة على أكبر كمية من القماش الأصفر. السؤال الثاني: ما مقدار الجزء الأزرق في وشاح ريم؟ ريم يا شباب كان عندها 3 على 5 أصفر، 3 على 5 يعني الباقي يا شباب كم من الخمس؟ ما يكون عندي 5 أجزاء، أخذنا منها 3 يا شباب، يتبقى عندي 2، نصفهم أبيض ونصفهم أزرق يا شباب، ها كم يكون معها؟ أحسنتم يا أبطال، أحسنتم. يكون معها يا شباب 1 على 5، لأن 3 على 5 أصفر، يتبقى 2 على 5، نعطي الأزرق 1 على 5 والأبيض 1 على 5. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. في الصفحة التالية يا أبطال، صفحة 86، السؤال يقول: في إحدى حصص مادة العلوم تم تنظيم سباق حلزونات لتحديد الحلزون الذي سيقطع أطول المسافة في دقيقتين. يوضح الجدول المسافات التي قطعتها الحلزونات. السؤال يا شباب يقول: قطع الحلزون E و C، عندي يا شباب هذا C
وهذا هو الإيه. يقول نفس المسافة، بل هذا التخمين يريد أن يقول الشباب أن الواحد على خمسة تساوي 2 على 10. هل ننظر الكلام صح أم خطأ؟ سنرى الآن يا شباب. بنبرر هذا التخمين باستعمال خط أعداد أو شرائط كسور، وليكن مثلا نبدأ يا شباب بخط الأعداد. نرسم خط أعداد ونقسمه يا شباب عدد المقام، المقام هنا 5 فيكون نقسمه إلى 5 أجزاء، المقام في العدد الثاني 10 نقسمه إلى 10 أجزاء. نلاحظ هنا يا شباب أن الواحد على 5 والاثنين على 10 في نفس المكان، إذن هما متكافئان. يوضح خط الأعداد أن الواحد على 5 والاثنين على 10 متكافئان، جزاكم الله خيرا. في نفس الصفحة يا أبطال السؤال رقم 7، ما الذي أو من الذي قطع مسافة أكبر، الحلزون A أم الحلزون B؟ هيا لنرى يا شباب، الحلزون A قطع 3 على 12 والحلزون B قطع 2 على 12، المقام متحد يا شباب فيكون الأكبر هو الـ A، الحلزون A عندما يتضمن الكسر يا شباب نفس المقام يكون الكسر الذي يتضمن البسط الأكبر هو الأكبر، أحسنتم يا شباب، فيكون 3 على 12 أكبر من 2 على 12، أحسنتم وبارك الله فيكم. نبدأ يا شباب في فقرة الواجب الإلكتروني، وهذا السؤال ستكتب إجابته في الموقع. السؤال يقول ما رمز الحلزون الذي تحرك 3 على 12؟ هذه هي الحلزونات يا شباب، هتكتب بس الرمز سواء A أو B أو C أو D أو E أو F، جزاك الله خيرا. نأتي يا شباب إلى سؤالنا التقليدي، ماذا تعلمنا اليوم؟ يا أبطال أحسنتم، بالفعل يا أبطال تعلمنا أن نبني الحجج بناء على ما يوجد من المعطيات والمعلومات. عندنا فقرة واجب كده يا أبطال، صفحة 81، السؤال الأول والسؤال الثاني. بارك الله فيكم، نترككم يا شباب في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء قريب ودرس جديد من دروس الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.